عندي انترفيو، فكر البس شورت. انا اللي هعمل الانترفيو. حفلات كل يوم لازم انا طريقه اثبت بيها البتاع دي. التيشيرت ده احسن تيشيرت بحبه في حياتي. Forgiveness in power، العفو عند المقدرة. ده مش حديث بالمناسبة، ده عمر بن عبد العزيز. بمناسبة العفو، عنديش اي حاجة اقولها عن العفو بس عندي حاجة اقولها عن، عارف احيانا كده بتحس ان انت في حاجة انت كنت فاكر انك بتحبها قوي وبعدين تطلع ما بتحبهاش قوي ولا حاجة، او كنت فاكر انك بتحبها لسبب وطلعت بتحبها لسبب تاني خالص. هديكم مثال. زمان وانا صغير كنت بحب البسلة جدا، يعني كانت اكلتي المفضلة بلا منازع، لحد ما في يوم من الايام امي عملتها من غير بطاطس فما عجبتنيش خالص. ففي اليوم ده اكتشفت ان انا اصلا بحب البطاطس. الحمد لله. انتوا فاكريني اقول حاجة عميقة جدا بقى وبتاع؟ جامد قوي الراجل ده، اسمه احمد الباز، هبحط لكم لينك ليه ان شاء الله. شوف مسافر السكيت بورد بتاعه. اكيد لا. تحس اني محتاج اعمل كده. لو عايزين نعمله تاني اكتبوا لي كومنت، بفكر اعمله تاني. ايه رايكم؟ اسوأ حاجه ممكن تعملها لما يبقى عندك انترفيو انك تتاخر عليه. نوت كول. انا عارف ان انا بصور لكم الشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاعي كتير، والموبايل صوته على طول بيقعد يطلع في الكاميرا، بس دي عجبتني قوي فقلت اوريها لكم. حلو صح؟ انا اللي عاملها طبعا الحمد لله. هاخد بريك وانام شويه. اسخف فقرة في اليوم، فقرة تجميع الاوردرز. ايه ده، هو انت اللي بتطلع الاوردرز بنفسك؟ اما انا كنت بعمل انترفيو ليه؟ فانا دلوقتي بعمل حاجة انا ما بحبهاش، ولكن هعمل حاجة انا بحبها معاها عشان تهون عليا. فانا هفلوج وانا بطلع الاوردرز زي بالظبط حوار البسلة والبطاطس. مش بالظبط يعني. عايز ادي نصيحة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تنصح حد خلي بالك ان انت ممكن تكون مؤثر اكتر ما انت متخيل، وممكن تكون مش ملم بالحوار زي ما انت متخيل. فتيجي تدي نصيحة تروح ملبس الشخص في وشه وانت كده كده ايه، مروح تلعب بلاي ستيشن ومش فارق معاك حاجة. انا بس قلت اقول الحوار ده عشان حصل النهاردة وانا محروق شوية، ان حد جه نصحني ان انا ما كملش الفلوج وهو اصلا ما يعرفش اي حاجة عنه الشخص ده. المهم نرجع تاني الموضوع. دايما بتكلم في فكرة ان الواحد يقعد يعمل اللي هو ما بيحبوش، يقعد يفرهد في حاجات هو بيكرهها عشان eventually، او يعني eventually يعني مع الوقت هيلاقي اللي هو بيحبه. ده اكيد. انا منين عرفت ان انا بحب الجرافيتي؟ انا كنت بقعد اشخبط كتير جدا في ورق وفي مش عارف ايه وكل حياتي عبارة عن شخبطة. ثانية خليني اوريكم. ده السكتش بوك بتاعي، هتلاقوه ما فيهوش حاجات منظمه كتير، كله عباره عن شويه شخبطه، عنف، ناس بتموت، ناس تانيه بتموت، دم، مش عارف دي ايه. دي هي دي حياتي. فقعدت اشخبط كمان لحد لما لقيت ان انا بحب الجرافيتي. ازاي بقى لقيت كده؟ كنت بخش على يوتيوب كتير، كنت بتفرج ببراوز الانترنت كتير، فبلاقي صور كده غريبه قوي والوان داخله في بعض ومش عارف ايه، واكتشفت ان دي حاجه اسمها جرافيتي. فقلت طب ما هي دي حاجه انا ممكن اوظف الخطوط بتاعتي دي فيها. كنت بعمل جرافيتي انجليزي الاول. لما بدات استبرق الشركه بتوعي كانوا دايما يقولوا لي ايه، لازم تعمل عربي، لازم نكتب عربي، لازم نستعمل عربي. انا كنتش بحب العربي زمان وما كنتش بعرف اعمل عربي اصلا، فروحت اخدت كورس خط عربي مع واحد صاحبي اسمه محمد المهدي. هو خطاط عبقري ما شاء الله. green medium green. فحضرت الكورس وتخيلت ان دي حاجه جامده جدا وهو ده اللي انا عايزه، وقعدت ارسم واعمل
وبعدين بعد تاني مرة لقيت ان الخط العربي في حد ذاته ممل قوي بالنسبة لي. هو الكورس كان حوالي 8 محاضرات، انا حضرت 2 بس. جزء من ان انا ما كملتش ان كان في اقلام خشب كده، بوص كده بترسم بيها، فالقلم لما بتيجي ترسم بيه صوته عامل زي كده اهو. حد سمع حاجه؟ سامعين حاجه؟ سامعين القشطه يعني؟ عارف اما تجيب صوابعك وتعملها على ما قدرتش خالص. ومن هنا حصل موقف ان انا وانا قاعد معاه لما باجي ارسم مثلا الحرف، فانا بحب اديله حته كده، فهم طبعا بتوع الخط هم يعني بيحبوا يلتزموا جدا، بس انا حسيت ان انا عايز اخرج عن الحوار شويه، وبدات انا بدعي يعني اني بدات اعمل الستايل الخاص بيا، لو اقدر اقول ان انا عملت ستايل يعني. بس فمن هنا اكتشفت ان انا بحب البطاطس او الجرافيتي، مش فاكر، وانا جعان شويه يعني. بلاك لورد جون. نروح نودي الاوردرز ونرجع نعمل حاجه صايعه قوي ان شاء الله. هتندم انك سبت البتاع دي معايا. رأي الناس عطلة، احنا بنحب السرعة.